البنت ازاي تقدر تفرق ما بين الشاب الكويس المحترم اللي لسانه حلو بيقول كلام حلو، ما بين الولد اللي هو بيطلق عليه سويت توكر اللي هو طول الوقت عامل له كلام حلو هو مش مقتنع بيه ومش حاسس بيه؟ طب ازاي افرق ما بين الاثنين؟ لانه برضو البنت من حقها انها تسمع كلمه لطيفه وتسمع كلمه تقدير، كلمه حاجات حلوه، وفي نفس الوقت ما يبقاش الكلام كده من غير احساس. فازاي نفرق بقى؟ ده هنعرفه من الدكتوره ريهام الهواري، مستشار مهارات التواصل واداره المظهر. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل يا دولز، وصباح الفل على مشاهدينك. صباح النور على حضرتك. في البدايه بقى، ايوه، اعرف منين ان ده ولد كويس وراجل بيقدر وبيقول كلام كويس، وده ولد بقى سويت توكر وكل بنت يشوفها يقول لها نفس الكلمتين ونفس الاسطوان؟ بصي قوليلي. بصي نبتدي سنه خطوه لورا. اوكي. المشكلة مش ان انا اعرف افرق ما بينهم خالص. دايما لما بلاقي مواقف زي دي وحد يجي يشتكي لي، ما بلاقيش المشكلة في اللي هي قابلته خالص، ولا المشكلة في الكلام اللي هو قاله لها نهائي. اوكي. المشكلة دايما بيبقى فيها هي دولز. ليه بقى؟ لان البنات وخصوصا في السن الصغير او الكبار حتى، بس تكون قعدت فترة ما فيش عواطف في حياتها، فبتبقى متلهفة على العلاقة، متلهفة على انها تعيش المود، الحب للحب. كويس. فهو ده اللي بيخليها تلخبط ما بين اللي بيحصل قدامها، هل هو سويت توكر، هل هو فعلا مش عارف ايه. حتى لو قعدتي تشرحي لها 10 سنين لقدام، ما فيش حاجه هتسال تقوله لها هنا هيطلع من ناحيه تانية. ليه؟ لان هي عايزه ده، عايزه العلاقه دي، عايزه الحب للحب. فهي رسمت صوره لنفسها عن الشخص ممكن ما تكونش دي حقيقته خالص. وممكن تكون هي شايفه كل كلامه صادق، ويرأز ان كل حاجه هو بيقولها واضحه وصريحه ان هو بيقولها للناس كلها. بتتصدم امتى؟ بتتصدم امتى بقى؟ لما حته النضاره البامبا دي تتقلع. لما تبتدي بقى تواجه، يعني تهدى كده وخلاص. بقت في العلاقه وابتدت بقى تحس بمساوئ العلاقه واللهفه اللي جواها، التشوق اللي جواها انها تبقى جوه علاقه مع حد، تبتدي تفتر. لان هي دايما العلاقه بعد فتره بتخش في مراحل ثانيه، ما يبقاش فيها الباشن ولا لا. طب ليه لما المسؤوليات بتزيد الولاد بتسحب الكلام الحلو؟ ليه دايما في دايما يا ده يا ده؟ حلو قوي السؤال. بصي بقى، قوليلي. في نظريه اسمها مثلث الحب. تمام. بيشرح يعني ايه حب ومراحل الحب وانواع الحب عشان البنت او الولد يدرك هو في اني مرحله. أوكي. ويقدر يحجم، يعني يعرف يحط اطار وشكل للعلاقه بتاعته مع البنت اللي معاها او تبقى مع الولد اللي معاها. حلو. حلو. طيب هذا المثلث، المثلث ليه ثلاثه زوايا. زاويه بنحط فيها العاطفه. كويس. زاويه بنحط فيها الالفه، وزاويه نحط فيها الالتزام. عواطف والفه والتزام. ايه الفرق بين الالفه والعواطف؟ العاطفه اللي هي الباشن، هي السخونه اللي في الاول دي، اللي هي تبقى مبسوطه وفرحانه ومهيصه، دي اللي هي بيبقى عاجبها الشكل الخارجي اكتر ما يبقى عاجبها الشخصيه. ما بتلحقش بقى لان لسه ما لحقتيش شخصيه عشان تعرفي تاخد وقت. اوكي. فاللي هي الرش اللي في الاول ده. أوكي. فده بنسميه الباشن. تمام. طيب الالفه اللي هو الفرنشيب، الصداقه، اللي انا احب اقعد اتكلم معاكي، يعني نعرف نتكلم مع بعض، بحب كلام، بحب قعدتك، بحب اخد رايك. اوكي. دي مرحله بعد العواطف. مش لازم تبقى بعدها، لان ممكن جدا يبقى في الفه تتحول ان فيها جزء عاطفه. مش أوكي. لازم تبقى عاطفه ما بين ست وراجل، ما هي الالفه دي بتبقى احساس بتاع البشر، اللي هو انا بحب داليا وداليا بتحبني، بنحب بعض، بنحب قعدتنا مع بعض. حلو. ده مش لازم يترجم لعلاقه خالص يعني. طيب الالتزام بقى، المسؤوليات. الالتزام، المسؤوليات. طيب لما بيكون حد في ناحيه من النواحي دي بس والتاني في حته تانيه، بيحصل صراع. الصراع، لان انا ببص على ان احنا نبقى صحاب الاول، او بحب ان انا اقعد اتكلم معاكي، ده مش بالضروره ان انا بحبك كست او بحبك او بحبك كراجل،
بحب اتكلم معاك. اللي قدامي بقى يترجمها لايه؟ لعاطفه. فتبتدي بقى ايه؟ لا ده انا شايفاك اخويا، ده انا شايفاك صديق، ده انا مش عارف. وهو ايوه حبيبتي انا بكلمك حلو، وببقى اللي هي الحته اللي انت قلتيها السويت توكر او كده. انا بحب اقول كلام حلو لان انا فعلا بحبه. يعني لكن ده بيبقى ولد ذوق ولا ولد كلامانجي؟ يبقى بقى نيجي للإكويجن اللي بقول عليها. حبيبتي اقعدي كده، دايما اقول لهم كده حبيبتي اقعدي ارتاحي ولاحظي، لاحظي هو بيكلمك كده انت لوحدك، يعني ليه طريقه كلام معاك انت لوحدك، ولا دي طريقه كلامه مع الناس كلها. مش كل كلمه تتاخد ليها رد فعل. يعني لازم الواحد يبقى قاعد تقيل. يعني دايما اقول لها ايه؟ تقيل. لما الاقي بنت من اللي هو البنات الجدعان اللي ينزلوا يشتغلوا اللي هو ان كنترول، دايما تقول عن ان كنترول اللي هي سترونج اندبندنت. لا طب سترونج واندبندنت وان كنترول، اول حاجه تعمليها ابقي كنترول على نفسك، على مشاعرك شويه. يعني مش الكنترول ان انت تتجمدي، ده ممكن يكون لقسوه الحياه والضغوط انها بتشتغل وبتدرس، محتاجه بقى لاول جمله حضرتك قلتيها انه حد يقول لها كلمه حلوه بقى، انه يطبطب عليها، انه يديها حنيه.